الاسم ديالي خمار حسنة، سن 45 سنة. اختي اكتشفته دابا من شهر 7 2020، من شهر 7 وانا كنتعالج حتى لدابا. كنت خدامة في واحد الشركة، وديك الشركة اصلا طحت في هذيك الشركة باش صابني هذا المرض. طحت عندهم وتوعت في البزولة ديالي صافي، وتصبت بهذاك المرض وما تعاملوش معايا اصلا، سدوا ما عطاونيش الحقوق ديالي، ما استفدت لا من التغطيه الصحيه، ما استفدت من حتى شي حاجه. والان دابا الناس باقيين معتكفين قدام باب الشركه، وانا ضعت وتسلفت وعاونوني الناس. وانتم عارفين هذا المرض كيتطلب طلبات كثيره، يعني سكانيرات ويعني تحاليل، كل مره خاصك تحليله خاصك سكانير، وانا ما شفت الاستطاعه ديالي، عايشه على قد انا وبنياتي، وراجع خدام على قد الحال. كنا خدامين دابا ملي بركنا وتقاد الجهد، راه الله اللي غالب. كنت عايشه اختي على قد حالي، كنت خدامه في الحي الصناعي انا وبنياتي معاونين. دابا الجهد لجهد الله، راك عارفه انت هذا المرض اش كيطلب. بنيات كبار شويه، صغار باقين صغار، يعني انسان كيوصل لدرجه عاد باش غادي يلقى باش يدير تحليله ولا باش يدير سكانير راه بزاف. وانا عندي الشيمي كنديرو كل سيمانه، يعني وكندير تحليله ديال المناعه، كندير تحليله ديال الكبده كل سيمانه، خاصني الخميس نديرهم والجمعه كندير الحصه لمده 7 شهور. يعني الانسان واخا ما عرفت اشنو غادي يكون عنده راه ما يبقاش عنده. ايوا انا ما نكذبش عليك، مرت نفسانيا، يعني كتكوني عايشه شكل وكتولي شكل اخر ملي كتولي تفكري ما لاقياش باش بناتي، ما لقاتش باش نشري لهم الكتوبه اصلا، ما لقيتش انا اصلا. دابا الناس كيزيدوا السويع، ما لقيتش باش نعاونهم. كتشوفي فيهم كانوا عايشين واحد الحياه ولا حياه اخرى، يعني بزاف الحوايج كتبدل. انا يا المرض ديالي كيطلب على الاقل خاصك تاكلي مزيان، منين غتجيبي هاد الشيء اختي؟ يعني يد وحده راه ما كتصفقش. غدراتني اختي الدنيا نكذب عليك، ما كنتش انا متوقعه راسي غنوصل بحال هكا. والله غالب انا ما طالبه والو، انا باغي تكلف لي بالعلاج ديالي. ما نكذبش عليك، وكل شيء تخلى عليا الصراحه. كون بقات الشركه خدامه كون على الاقل غادي تعاونني. ما نكذبش عليك اختي، لدرجه بعض المرات انا كنبغي نبقى خارجه، نبقى في الزنقه، نبقى غاده، كنبقى نفكر الناس كيفكروا المرض، وانا كنفكر كيفاش غنكون بهذا المرض. اختي لا حنين الله رحيم، نكذب عليك. كل واحد كيعرف غير راسو وليداتو. انا ما باغا والو، انا باغا يتكلف ليا بالعلاج ديالي. دابا انا نهار الجمعه عندي حصه ديال هذا، وغادي يكتبوا لك سكانر، وغادي يكتبوا لك منين اختي غتجيبي هذا الشيء. لاميتيال اصلا سدوا عليهم، سدوا دوك لاميتيالات اللي دفعت لهم في الاول، سدوا عليهم حتى هما ما استفدتش منهم، ما استفدت لا من لاكيس ديالهم لا من حتى شي حاجه، ما استفدت منها. باقي دابا هما اصلا دابا مداعين معاه، ما دار معاهم والو، ما استفدت من حتى شي حاجه نهائيا، الا انا كنت كنمشي عند دريتهم اللي كانوا كيتعاونوا معايا باش كيجمعوا لي مساكن باش كندير باش كنخلص الفرق ديال الحصه. عندي الخبيت، خبيت يعني يقدر ينتشر. وما عنديش غير في البزول، عندي حتى في الريه. غدا وكتزاد، وعندي مخرجي لي في البروتوكول، وخرجي لي العمليه والاشعه، وعندي واحد البرا غنبقى نديرها كل 21 يوم في الشهر مده عام، حتى هي بحال الشيمي. كنتمنى من قلبي انا شي حد نبقى فيه وتكلف لي غير بالعلاج ديالي، انا ما طالبه والو، طالبه يتكلفوا لي غير بالعلاج ديالي، هادشي اللي طالبه منه. بغيت شي قلب حنين يحن فيا وصافي اختي، ما طالبه حتى شي حاجه من غير العلاج ديالي. انا كنطلب منهم يتعاونوا معايا، وهادشي راه غادي يلقاو ليه، واخا انا غادي واخا غنشكرهم، واخا ما عادش غنقول لهم. الانسان اللي مريض بهذا المرض راه كيتسمى بحال ميت، اللي دار شي اجر داروا لله سبحانه وتعالى. انا اللي بغى ينقدني ولا عندي جبنياتي وباقي محتاجيني وباقي صغار، راه غادي يدير بحال حج.